نعم حبيبي، هذا سؤال جدا مهم وبتجربة مهمة، أشكرك يا سيد. الاقتراع الخاص وقته يختلف حسبنا بالدقة، يختلف عن الاقتراع العام. صحيح. التأخير مو بتسليم التليفون أساسا، أنت من تنطل منع بعدم إدخال الهاتف جو بالاقتراع الخاص، هم ناس مقاتلين أغلبهم. تمام. فما جاء من بيت، قسم منهم خلوا هواتفهم مكانهم وأجوا لأن عنده معلومة. زين. أما الآن راح يجي من بيته، فهي المعلومة الآن نقول ممنوع إدخال الهاتف الذكي، خلص انتهى. فما ماكو داعي يجيب شيء إضافة للبطاقة، خليه بالبيت يقفله. هو أنت هسه هذا إحنا نقوله، بس أنت تعرف بعد ماكو واحد راح يطلع بدون التليفون. اللي راح يصير التسليم سيد، عندنا دورين بالتأخير. الطابور ما مشكلة بالتأخير أساسا، حتى إذا صار حتى ينضبط الموضوع يصير تسليم هواتف. بس التأخير اللي ما يريد يصير بالاقتراع نفسه، بين جهاز إطلاق البطاقة اللي هو المعني بالبصمات، ثم المصادقة مع السجل الورقي، وبعدين إطلاق الورقة الاقتراع. هذا العملية بالاقتراع الخاص تختلف عن العام. بالاقتراع الخاص هناك إجراءات من المفوضية بأن تستلم بطاقة الناخب البيومترية. زين. فيحتاج أن تخرج الموظف، يخرج الموظف المعني الوصل الخاص بالجندي أو المقاتل المعني، فيحتاج يدور وين هذا الوصل. فهذا الموضوع يطول حوالي دقيقة أو دقيقة وشوية. موضوع البصمات عندنا بها مشكلة. ليش؟ لأن مو دائما البصمات تكون واضحة. صحيح. وأكو قشحة معلومة عند الناس بشكل عام بين ما يحدث بصمته، اللي حدث لها مباشرة تطلع البصمة، وجهاز جدا دقيق اللي تأكدنا من عنده يعني شخصيا بهذا، لأكثر من 10 مراكز زرتها بالاقتراع الخاص. ولكن إصابة بالسكري أو بعض الناس اللي يمارسون أعمال الخشنة شوية، البصمة تطلع يأخر الجهاز بالبصمة بين الطاق البطاقة والتصوير والوصل تقريبا عبر 3.5 دقائق. فكنا نشوف الطوابير أيضا طويلة، إن وقت النموذج هي دقيقتين ونص، ممكن أن تكون بالاقتراع العام دقيقتين، ممكن كلش كافي ممكن. فما راح يكون اكتظاظ مثل ما صار بالاقتراع. احنا شفنا الاقتراع الخاص طوابير من الشرطة والجيش واقفين يعني، بس هذه لا راح تكون أساس. ليش؟ لأن ما راح بالاقتراع العام تستلم البطاقة، راح ينتخب يعني يطلق البطاقة بها ويصوت بها ويحطها بجيبه ويرجع، مو مثل الاقتراع الخاص. والقديمة؟ القديمة لا تتلف أوتوماتيكيا، تحدث يعني كإطلاق البيومتري وتتلف، وهي نسبتها مو جدا هواي، بس أكثرية البيومتري. البيومتري مواطن عادي لا بعد. هنا ما راح ينطو وصل شيء. كل شيء ماكو. كل شيء ماكو. يأخذ مجرد تأكيد من طبعة الأصابع يطلق الجهاز التمرير، يأخذ بطاقة الاقتراع يتوجه للصندوق مباشرة. وبعد الانتخابات يروح يستلم بطاقة بيومترية جديدة. هذا اللي بالنسبة للبطاقة الإلكترونية. للبطاقة الإلكترونية. بالضبط. أما البيومترية لا خلاص. خلاص هذا. زين. فراح يكون الوقت أقل. هنا يمكن هواي ناس يتسألون. اجا وخلوا قضية البصمات وهذا ما طلعت، شنو الإجراء اللي راح يصير؟ الانتخابات السابقة كان موضوع تمرير. ليش؟ لأن ما كان بنسبة 5%. زين. يحق المدير المحطة أن يمرر من لم تبرز طبعات أصابع، وهذا وقفت عليها كثيرا في هذه الانتخابات. الجهاز الحالي لا، باعتبار أغلبية بطاقة البيومتري هي جديدة. زين. فاللي كان مني يحدث وما تظهر طبعات الأصابع يؤشر ذلك في أصل الجهاز. يؤشر. فحتى إذا ما طلعت طبعات الأصابع الجهاز راح يقول لأنه هذا جيد يمر. مرة. بس إذا طلعت غير مطابقة، مثلاً واحد داز أخوه وصدر له بطاقة وما وصارت تصير يعني مو فد شيء، ولكن من يجي تطلع طبعات مختلفة، أكو طبعات أصبع بس مو نفس هذا، ما راح يطلق البطاقة. فما راح يصير من حقه ان ينتخب، او عنده طبعات اصابع وتعرض الى حادث معين ما يكون وصارت ما طلعت، هذه هنا هاي الفئه مشكله ما راح تطلق البطاقه له. هذا من باب التامين يعني، احنا مو ضد هذا الاجراء، ولكن من باب التامين نعم قسم من الناس يجوز راح يتاخر بالاصابع لانهم اخر شيء 4 أصابع، بس هو للحمايه، ولكن للحمايه بان انت تاخر يعني تمنع 4-5 أشخاص في كل محطه، افضل ما تجعل مصير محطة كاملة بيد موظف التمرير اللي عجبه مرة ما عجبه مرة. كان الخيار بأن نعتمد على ما يطلقه الجهاز، يمرر أو لا يمرر. الساعة 7 تغلق المراكز؟ تنفتح إن شاء الله الساعة 7، تنغلق الساعة 6. 6 7 ب 6. هنا أيضا أكو اختلاف. بالانتخابات السابقة كان من يقف بالطابور
من حقه أن ينتخب آخر شخص بالطابور. تمام. هنا لا. الآن بالستة السيستم يوقف. يوقف السيستم. فأنا أنصح كل الإخوان المقترحين بأن لا يأجل موضوع الساعات الأخيرة. هذا على العراق. إيش بالأخير؟ ليش؟ لأن هنا وقفت بالطابور أو لم تقف بالستة العراق كله يتوقف الأوردر مالته. يعني مو مثل جيت الطيارة شباب. توصل إلا بالأخير يخلصون كل المسافرين وتروح تقول حتى أني وراحتي تروح عليك الطيارة بالضبط. يعني واقف بالطابور ومنتظره قبل الستة وصارت الستة هو بالطابور ما من حق غلق. طبعا هذا إجراء أيضا لصيانة السيستم لأن هذا موضوع بعدين بيه. وهذا ما بي أي تمديد حتى لو كان حكومي إطلاقا لا حكومي ولا المفوضية وما حد يقدر يدخل بيه نهائيا لأن برنامج كله والسيستم متأسس على لحظة فتح الصندوق ولحظة الغلاقة. أي تلاعب به معناه راح يولد هدر تلك الأصوات وهي مستحيل يصير بتلاعب. يعني هذا الموضوع ما يقبل واحد يسيستم من يمه ما يقدر.